صباح الخير وصباح النور. بدات صباح الجو الزوين في هذه المدينه الزوينه هذه، وتحيه كبيره للناس ديال المحمديه وديال النواحي. سميتو نويده، اجي اختي تفركي. نويده راه اليوم عيد ميلادها البنات. هيا نويده، صباح الخير. واه صباح الخير وصباح النور. صباح الخير، صباح عيد ميلادي. فين هي الحلوه؟ كاين حلوه غديك معايا. صافي خارجين اليوم البنات، خرجنا في الصباح بكري. معنا زنوبه بنت اختي، اول مره غادي نجربوا التران. انا اللي اول مره، هي اللي انا تتعلم من راك بفاس بلا ما يخطي واش بابا البيت في الزيت. والله ما عمرني ما مجربه التران، غادي نديروا التران ان شاء الله. خلينا نور هان لاعسه. كاينه ماما، خلينا وصينا عليها. ايوا حنايا سلتنا ملي تفيق لنا لاله نوران وتوري لنا، وما نديرو التران ونجربو التران. وصلنا البنات المحطة ديال المحمدية. يلا زينب زيدي دخلي ورينا. نمشي قطع هو يرغي زي دابا ما عارشو كين السحان. احنا نجلسنا كنتسنى و جينا البنات الطريق مع وصلنا. المهم كان السحام صافي، ولينا قطعنا. قال لك لا هذا عامر غادي تسنى وراه ثاني تصعدوا 12 دقيقة. حنا جينا قبل من 8 و 12 دقيقة باش يخرج تسنى حتى توصل. قلنا هبطوا مع الدروج كاجوج، وما حنايا هادو الدروج. سير نشوفو كبلايص ياك تضحكي. زين هويا مع أول مرة. أوه هاد شو هاي؟ أنا كنصور دابا الطريق. واحد الولد عطاني بلاصتو شافني كنصور، شكرا لي. المهم من يطلع تصور بين الصراحة. تجربة زوينة بزاف، حسن ليا كاع في الطوموبيل. وصلنا وهبطنا، التليفون واقيلا كيصوني. نشوفو منين نخرجو. بعدا وصلنا المحطة ديال برشيد، عندي واحد الشغيل نقضيه ونرجعو عاوتاني في التران. كانت تجربة صراحة زوينة. دابا وقت الغداء البنات، درنا الجوع، كملنا الشغيل. متنا بالجوع، قالت لكم نادا. ايوا وجينا ناكلو. واشتو جايب لنا جوج خبزات؟ اي حنايا راه كثر. زيدنا خويا الخبز، عطينا جوج خبزات ناري. ايوا قال لك تحيه كبيره لنا ندير برشيده اختي، ضيف الله عندكم. ايوا هاكاك خويا ناكلو دغيا ونعيطو. جانا الدجاج، شدينا الدجاج وشلاطة بالفريت وبالعدس ديالو.
بعد انا درجات بزاف كانت بغات تسباكي زيت كلها الله ما تشديها كل الدجاج وكل الخضره وكل البنات حنايا اللي جينا للتران ها هو تغدينا وجينا للتران غير هو باقي الوقت قالت لينا جينا دابا قبيله في دوزيام كلاس ب 40 درهم البلاصه من المحمديه البرشي دابا قالت لك ما كاينش دوزيام كلاس قالت لك حتى الستة دابا يلاه الربعة قالت لك من هنا للخمسة عاد يكون وليني بروميير كلاس زايدة 10 دراهم البلاصة هلا 50 درهم البلاصة وشفنا تعيينة وخلصنا باش ما نبقاوش واحدين مع الليل ومع العشية يلا نمشيو حنا هبطنا دابا في الدروج قلنا هبطو من الجهة الأخرى تحت الأرض نبداو فيها وغادي يدخل دابا احنا صباح الحال احنا صبحنا مدقدقين امي شاداني مدقدقه امي بغات ندور لي اللي بلا لك امك انا عندي برات لي بنتي كنت بغيت ندي ندوز ليها وي والله امي انت اللي كنت بغيت نديك ندوز لها ترى افطارنا وعشاك دابا حنا مسافرين الزبده وي لا هاتي ذكرتي الزبده دابا شكون اللي ذكرها انا هضرت على التدواز انت هضرتي على الزبده شتي فمك فمك صاف كشريتيها ولا بغيتي تشريها البحر بغيت نشريها ونشريها تنعد ولدي نشريها لي ويخلصها يوم انا غنشري لك لا شوفي فوت عليك راه غير خدام غادي يشري واخا فوت عليك ولدك بغيت تشري شي حاجه خلصها من هنا وديها ما عنديش شاشه بيجي ايوا شوف نوض نفطرو انا ساكته صافي ولا دابا تقول لي سكتي انا اللي وليت حمد الفرجه شوف امي صافحه على الصباح نوضو ايوا شنو نوضو نفيقو احنا الليله ضياف نوضو نفيقو نخرجو نشوفو واخا اختي نخرجو نشوفو نمشيو نعيو اليوم شنو بغيتي تمشيو بلا تا واش انتي مولات الدار ما شايفه الدار واش انا جبت الدار وانا كنت عندي زعما العيون نشوف عام العيون ما عرفتش انا فين جات هاد العيون انا جبت الدار تسولو حالا ما عرفتش حيت اختي عندها دار انا لا عارفه ومن عارفه هادي يعني عارفه تري انت اللي باغا تسوقي من بنتين وانت اللي باغا تسوقي راه خاصني نكون عارفه انا مش عارفه وانا اللي خاصني نسوق واخا يلاه وباغا الدراري انا نخرج اختي حنايا قدام السي موسى وديك وديك راه انت نمشي انا عند الجدار مليون جي على راسي ايوا عند فاطمه وعند ايوا راه مشينا عند فاطمه حنا من امس من امس والله الا بالليل مشينا له وجا يقولوا فين غايدي ما تنسلتوا البنات اللي عارفونا فين خرجنا نوض الفطره امي صابحه على الصباح بغي نصبن حطت واحد البيجامه والعيالات الكبار اش عارفهم بحالكين حطت بيجامه وحطت قالت لك والو نصبنها كتقول لها حنان اختي يا خليت نصبنها لك انا في الماكينه عندي اوتوماتيك تقول لها لا بغي نصبنها بيدي وانا نجي قلت لها تقلبي امي على العذاب خلي بنتك تصبنها لك في الماكينه لا 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 حنا اللي ما تليش يلا بغيت شي يلا نون فطروا نون نمشيو نفطروا راه حنا راه نتغطاو هنا في الماط لكن البرد ديال حنان لذات الطوماطيك وكحله الطوماطيك طوما الى دارت حنان في الطوماطيك كحله توسخت توري لي انايا المهم انا راه نبقى ناعسه نويضه فايقه كاع بحال مرشوشين بالدواء هنايا اختي حطات لينا الفطور لكن ديال خالتك ونشربهم لا خلي نمشي نمشيو للدار راه حطت لنا حنان اختي الفطور هما راه وافطروا مي صبحت على حنان اختي على الصباح دا حنان باقا ما فطر ها حنان لا وافطروا لا حنان والله ما فطرت وقالت لي قالت لي حنا راه فطرنا قالت لي فطروا نتوما انا غادي نحمي الخبز فطرت على هنايا والحاجه وخديجه يا زكاش واش تقوي تبداي تنصلي عاد تدي الكاميرا تتبداي تنصلي داري 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 دا
ري على ما سمعت حنا في جناب البحر صافي ولات عاد تشوف الكاميرا تبدا تنصل لابسه لك واحد الكسيوه لتحت واحد الكسيوه لتحت غنمشيو ثاني ان شاء الله واحد الكسيوه لابسه امي على مزينات انا وما لابسه كاش هاتي ولكن كيف نصوروك هاتي لابسه كسيوتك بالليموني هاتي لا ما دايره كوني هاني اختي لبسي لي عاد بيجامتك هكا وليدي هكا صطك با ما كاينش وتحيحي لنا هنايا في القناة يلا لبس بيجامتك امي هكاك لبس بيجامتك لا بيجاماتي انا ما نصبرهم وتقعد ضريبنا هكاك كسيوتك شغلي هذاك انا غادي نلبس بيجامتي اللي حطيت البارح ديال الزهارة هكاك لبس جوهرة حسن ميرا البارحة عرفتي لبست لنا فقتك مع الصباح عامت تقادت تعاودت لبست جوهره وتبندت هنايا والله الا عرفتي انا وبنات خالي ما ضحكنا البارح اش لبست جوهره وتبندت هنايا تقولي عروسه هذه والتصبيقه قالت لكم ما قالت لي مالي شاري فلوس انتما راه تسمعني عليا البنات نفطر اختي فطور يا الا عرفتي ولا شي تسمعني عليا يلا نفطر البنات فطوري انا دابا البنات حيت هذوك الطويجنات حيت نادا كتبغي الكونفيتير انا ناكل البيض ها مولات جوهره ها وي هذا واحد المره قالت لي يدي الا جا قد بنتك حط لي 10000 قلت لها والله لا ديتو نهار قلتي لي شوفي الا عجبك جا قد بنتك حط لي 10000 ايوا ماشي هذا راه الاخر قلتي عندك جوج هذاك بالموم بقينا مجموعين البنات كنفطروا عقبتنا دس نور هين تا هي فطرات جاو بنات خالي تيرا قالت والله الا عرفتو داخل واحد البرد راه ما نعاودش ليكم تقول لك عندنا الصهد ويدي 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 على عندنا الصهد قلت لهم راه كنت تشوفوا عندنا حنايا والله الا طالع ليا دابا في التليفون بقي بن صالح 49 تقريبا صالح فيها درجة الحرارة 49 وهنا يمكن واش 25 ولا 24 قلت لك نص غير هو يا شنيولة مزوقاتنا شنيولة تكون شنيولة كاينة شنيولة في المحمدية كاينة هنا بن سليمان كاينة في بوزنيقة المهم شنيولة هاد البلايص هادي ديال البحر تتكون بزاف عكس الجديدة فاش كنا مشينا الجديدة ديك المرة مكانتش شنيولة وكنا قدام البحر مازال دابا راه هلا اختي شي شويه على البحر ماشي حدا هنيت ولا لا اله الا الله نوض اختي امي راه من الصباح يا صبرت ما صبرت امي وهي تطوي وتعاود على الحوايج ديال الصاون راه هي جايين باش نضرب طويره اختي تغربة واحد شويه قدام الدار ونرجع عيطنا على عاتقه اختي بقينا شادين معاها التعاوي تنصوني على نوال ما تتجاوبش طالعين واقيلا شتي خطبوا ولا ما عرفتش شنو الخوها ومعاهم امي عيشه حنايا تنسولوا على امي عيشه ها هي مو مشطتها اه والمشطه ايوا المشطه كاش المشطه صفراء حتى انا المشطه اللي قلت لها شحال زعما مشاطي وماني من هزم من داري جايبه ترس ديال المشاطي خرجت دابا للحانوت جابت المشطة باش تمشط لنا السوالف يا اختي واي باش نمشط عاد مالي تمشط جوهرة والحالة امال جوهرة ياك شارية فلوس يا صباح واش بغيتي دابا بداو تقاوم لا عادتك زعما عشقتها شريتها نلبس بالصحة والراحة امي يوم انت واش نديري يا كبرى ما نلبس لا ما قلنا لك حتى شي حاجه عاد نبقى نضحك تتعجبي الناس وتتعجبيني انا ايوا راه تتعجبك امك من النهار كنتي باقا ما زايداش عدا و تنشري نعشق الحاجه ونشريها باقا عاقله على ديك الجلابه الخضراء ديال المبره بشحال كنتي شريتيها الكحله ديك الخيطه خضراء واحد الخضراء تا واحد هذيك الخضراء ديال خلبانات خلبانات بشحال شاريها بشحال كنتي شاريها الجامع البيض كنت خيطه واخا الخضراء التوبه على المبره بشحال كنتي شاريها ماشي المبره كنت دايره وحده من المبره بشحال كنتي شاريها غالي ايوا تنشري ونخيط وصافي والمانطا شحال كنتي كتشري من ديك الساعه ايوا انا من داخل فيكم ضرب انا عاد تنقول ها فين مشاو فلوس لبقاعي يا الله ايوا
البقاع عند حمد سيدي ربي. كان تما تتخسر عرفتو التواب اللي ما دايرينش بحال لا تقولي السيده وعرفتش الله على شحال دايره فاش كبرنا وصلنا الحمد لله. تلبس التواب المخيرين تلبس الصفات المخيرين. ايه اختي وجات هدي امي عاجات غادي بغات تعدي في واحد المره بغيتها تكشيطه تيوجز ما قالكم جات المستوية تقول لها واحد الدرجة ويلي تيجي قال العرس ولا عبر سيبيا تيما غتبان امك مسكينة بقد بابك قالت لها راه العزة ديال بنتي عطاتها لك واخا عطاتها لك ولا عبرت عليكم لا يلا سيدنا مع مدرسة الله النور عندك تعليش بدا تحيد لي في عكفتك عاد تشوف الكاميرا باش بدا العزة هذيك ديال اش دابا تتنقري علينا حنا راه ما عندنا تكاش صباح تيا تنقول الحاجة بغيتها تعطيها ليا هكاك هكاك تتشوفي كما كاين تتشوفي شينا تتشوفي كما كاين هذا ما كاينش هذا خارج كاين نور هذا الله يخليك هذا معنا هذا البنات شوفوا هذا ندى ما تتبغيش بحال هكا كوكات كلها راه تبقى تشوف كيفاش اللي قالت اللي قلتيها تعطيها لك ندى راكم عارفين راه كاينين بعض البنات اللي تكتبوا لي شي تعاليق وما راه فعلا الصراحه ندى ما كتبغيش يعني نكون حتى لهذيك الدرجه يعني مسيبه بزاف ايدي فهمت يا راه تكريدي يا ماما دابا هادي راكي عامره بوحدها راكي هادشي هو انا اللي تيبقى فيها نطاطك حنان تدي وتصبر تشوف تشوف مشكله هذا ولا لا اللي تقول لها امي لا لا تحاولي على ما ديك الساعه ما كايناش خارجه كاينه نورا نورا ندريويش امي ياك نورها الله باقي على ستر ميت ديال هي تديرها ما تتحرك ما تزعزع ما تتململ طيعه المولى مشات ماماها والناس بقات بنيتي ما دارت حتى حاجه عطيها المونة عطيها ما تاكل ايوا المونة راه هي اللي فزارت نخرجوا البنات نخرج انا يضربني الغربي شويه برا ايوا تهلاو وليا في راسكم والترين صراحه امي هذه المره خاصه تجرب معايا الترين وانا وتاتي تاتي ويلي بنتي هي الاولى هو راه في التكافيت صحابي بحال الطوموبيل ما كاين ما احسن من الطوموبيل والله طوموبيلتك تتهزك من قدام الباب سميتو تران المشكل اللي لقينا فيه هو انك تران فين تيمشي هذاك التران ديال تيمشي حتى لمراكش لابغي تمشي لمراكش تيمشي فين ما بغيتي المهم بعدا كاين الباب كان مراكش علاش تيدوز بغيت نشوف علاش تيدوز ما عندناش حنا التران في مدينتنا تيدوز اللي مشيت فيها انا تيدوز على عين السبع تيدوز على الوازيس تيدوز على برشيد وغادي من برشيد سطات سميتو بن قرير مراكش بعيد على السبت لا ما عندناش حنا التران كل عندنا كلو جربنا شحال هادي حنا حتى التراموي وداكشي شي مره الا مشيت كازا نجربوها البنات ما نكذبش عليكم يعني بغيت نجرب اي حاجه نجربوها علاش لا ما خصني انا البونجات جيتي يا ولا نجيب لي فوق نهزهم لك فوق ظهري لا والكار مالو وهما راه تيصيفطوا راه كيديروا لا ليفغيزون تيديروا لا ليف تيصيف واخا ان شاء الله يلاه البنات تهلاو ليا في راسكم المهم حق نسيت ما قلت لكم بالنسبه للبنات اللي حتى هما يلحقاش لقيت في المحطه لقيت شحال من وحده كتقول لي اول مره غنركب في التران يعني ماشي غير انا بوحدي ضحكوش عليا البنات المشكل اللي فيه التران هو انك فاش كتمشي تقطعي يعني كتمشي قبل الوقت كتلقاي اللي غادي يخرج يعني من هنا ربع ساعه ولا كتلقاي عامر كتلقاي ثاني عامر كتسني حتى الثالث يعني بحال انا في الصباح فاش مشيت مشينا مع 8 قبل 8 ولقينا ديال 8 و10 دقائق عامر ديال 9 عامر وديال 10 عاد يعني قطعوا لنا من 8 حتى ل 10 عاد غادي يجي الترين وفي العشيه راكم شفتوا يعني لقيت ديال الساعه الاخرى عامر فوليت قطعت في بروميير يعني بروميير كلاس الثمن شويه زايد على الدوزيام كلاس ولاني ماشي بحال حنا اللي قطعنا درك في الترين فين بغيت تمشي في الترين انت قاوا انا وياك في برشيد وعلاناش بغا يديني حتى لبرشيد انا راه تنمشي على طريق الكاره غتجيبي امك تمشي على طريق الكاره ولكن ما وصلني لبرشيد بغيت تمشي للخريب قاس الخريب قاس نجيك يا الله ما بعيدات هاد لا يا الله واش عندي كاع الفلوس وخسرت يا الله الكبيده ديالك يا قبل تشري الزبده اللي قلنا
يلا البنات هلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.